بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أخوان، مثل ما تلاحظون بعض النباتات أو أغلب النباتات تتعرض للموت الراجع، وهو تتيبس من القمة النامية وتنزل لحد ما تهلك النبات. شلون تتخلص من عند أخوان؟ تلاحظون هذا اليباس، تلاحظونه واضح. هذا لازم تقصوه بصورة صحيحة، مو تجي تقص وين ما هو يابس وتقص، لا، ترجع تحسب عين عينين ثلاثة أربعة، ماكو مشكلة، المهم تخلص من هذا هاي الإصابة. وهذه الطريقة، هاي شوفوها هون، تقص، شوفوا ايش قد نزلت، ثلاث عيون، هاي واحدة اثنين ثلاثة، ماكو أي مشكلة. حتى لو مرات تلقى نازل هواي، قص، هو يابس ما بي أي فائدة. فحبيت اوضح لكم هاي المسألة. شوفوا، ترجع تقص، قص منه ماكو مشكلة، تتجنب هاي الاصابة. شوفوا اخوان، هاي تنزل وتقص منه، ما راح يتأذى النبات، بالعكس راح تفيده ما تضره. فاليوم قلت لقيت قدامي، في كل يومي اقول باكر وعقبه، فاليوم لقيت نبتة من النباتات نازلة، يعني راح يوصل. وين هي؟ خلنا نشوف. شوف هاي وحدة بعدها، هاي وحدة وهاي اثنين. شوف الطول مالتهم قد، شوف الطول اكثر من متر، بس هي وين الشتلة حتى اشوف لكم اياها من قصيتها. هاي شوف اخوان، شوف وين نزلت، نزلت وبعد بي انزل بعد، ماكو مشكلة، راح ترجع تفرع احسن ما تموت. شوف هسه هاي وين نازل، شوفوا، شوف وين نازل، ادقص. هاي شغلة سهلة، وما لا مبيدات يفيدها ولا شيء، هو التقليم، التقليم دائما بفائدك وعالم، ما تقلم. ما اعرف شنو فيلمها، عجيب غريب امرها، لازم تقلمون اخوان، حتى لو ما تطول العالم حرقوه. شايفين شعالم؟ والله العظيم يحرقونه افضل ما يعوفوا بالنبتة، راح يضرها. احنا من مجموعة التقليم الجار، ما يهمنا النبات وحجمها، المهم صحة النبات الصورة الأهم. راح تشوفونه بشكل إن شاء الله، هاي الكاسية فستولة اللي نجهزها للتطعيم. راح تشوفون، شوفون برا، شوف الياباس هذا، يعني شو تتأمل من عده، هذا يابس أخوان، فرعين خليه فرع واحد. هذا إن شاء الله نشتغل تطعيم بالصيف، راح تشوفونه بشكل ثاني ومغاير عما تشوفونه حاليا. شوف هاي وين يابسه، وين نازل، راح نقصه منه. اكو بعض النباتات تنصاب هذا الشيء بسبب هواي اسباب، من ضمنها البرد. اكو نباتات لازم يكون جبهرها قوي، يلا تتحمل البرد حتى لو كان بسيط. وشغله ملاحظه ثانيه، من تقص، هذا واضح لكم، القصه هاي تلاحظون تلاحظون هذا المكان، هذا مكان القص، تشوفون نظيف ما بي لا حشره لا شيء. وتقص من تشوفه نظيف اتركها، هي هاي الاوراق. يعني انا افضل
خصوصا اللي ما مصابة، تجمعها بحفرة وتخلطها مع الأسمدة العضوية. شوفوا هذا المكان، شوفوا كم يرجع ينزل. الرمق قصيناه بس هذا وقته ما التطعيم. هذا شو نسوي احنا؟ قصيناه منه خيولي. إن شاء الله وضحت الشغلة ونكون في دراية في كل وقت. تحياتي والسلام للجميع، مع السلامة.